البيداغوجية التي تم إنشاؤها في 3 ديسمبر 2019 والتي كان الهدف منها هو التأهيل المهني لذوي الهمم خاصة إعاقة ذهنية. خلال سنة 2022 كانت جيجل قد أخذت الصدارة في إنتاج الموز كإنتاج محلي للولاية. أبى المركز أن يأخذ قسطه من هذه التجربة الناجحة، وتم تجربة هذه المنتوج اللي هو الموز في المزرعة البيداغوجية خلال سنة 2022، والحمد لله لقى هذا الإنتاج نجاحاً.